عقدت اللجنة الرئيسية لمراقبة تنفيذ الاشتراطات المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد اجتماعها اليوم في قصر السيف برئاسة مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، وبحضور عدد من ممثلين الجهات المعنية بذات الشأن. نعم، اللجنة ناقشت عددا من التقارير المقدمة من الفرق الميدانية المعنية بمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية ومدى الالتزام بها، كما أوصت بضرورة التشديد على تنفيذ الاشتراطات من قبل المجمعات والمحلات التجارية. عقدت اللجنة الرئيسية لمراقبة تنفيذ الاشتراطات المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في قصر السيف برئاسة المهندس أحمد المنفوحي مدير عام بلدية الكويت، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بذات الشأن. اللجنة ناقشت كل التقارير المقدمة من الجهات المعنية بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وتداعيات المتحور الجديد أوميكرون وتقارير الفرق الميدانية التابعة للجنة، وخرجت اللجنة بعدد من التوصيات التي تساهم في المحافظة على استقرار الوضع الصحي في البلاد. اجتمعنا اليوم باللجنة الرئيسية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية، وكان هدفنا متابعة الأوضاع الصحية الحالية في البلاد، وبعد شرح الوضع الصحي طلعنا بتوصيات بالتشديد بتطبيق الاشتراطات الصحية بالفترة القادمة. مثل ما الكل شايف آخر كم أسبوع كان في زيادة مضطردة بأعداد المصابين بكورونا، وهذا يعني أن هناك تراخي إلى حد ما في تطبيق الاشتراطات الصحية. لذلك كان لزاما علينا تشديد هذه الاشتراطات. راح نبلغ طبعا أصحاب المجمعات والمحال التجارية بضرورة الالتزام بتطبيق الاشتراطات. راح نبدأ بالأول ببعض الإنذارات لمن لا يلتزم، ومن ثم ستكون هناك مخالفات وإحالة لبعض الجهات الغير منضبطة والتي لا تلتزم بتطبيق الاشتراطات الصحية. تطبيق الاشتراطات الصحية التي أقرها مجلس الوزراء والسلطات الصحية في البلاد بحذافيرها، والتشديد على تنفيذ ومتابعة تطبيق تلك الاشتراطات في المجمعات التجارية منها لبس الكمام والتأكد من أخذ التطعيمات ضد كوفيد-19 أبرز توصيات اجتماع اللجنة اليوم. تطبيق الاشتراطات الصحية بحذافيرها ومتابعة تنفيذ تطبيق هذه الاشتراطات في المجمعات التجارية ومنها لبس الكمام أبرز توصيات اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. نواف شراكي، لتلفزيون دولة الكويت، قصر السيف.